هذا الأمبول راح أحلل فيه العلاج، راح أكسره وأحلل فيه العلاج. هاخد قطنة ناشفة وأكسره بالشكل هذا، تمام. وهذا الهرمون نفسه راح أكسره عشان أحلله. هسحب المحلول الملحي وأحلل العلاج بالشكل هاد، وبعدين أخذ الجرعة اللي مطلوبة، بس أتأكد إنه كل الجزيئات دابت معايا. هاي كل الجزيئات دايبة. الآن هسحب الجرعة اللي مطلوبة وأفرغ الهواء كامل. لسه تاني هاخد. هذا كله عبارة عن، هيني سحبته كله عشان نشوفه مع بعض، كله عبارة عن 1 سنتي. أنا الجرعة اللي مطلوبة عندي 7 شرطات، هاخدها بالشكل هاد. هاي عندي 7 شرطات، وأفضي الهواء، أتأكد إنه الحقنة فاضية من الهواء، وبعدين أغير النيدل. لازم أغير النيدل اللي أنا هعطي فيها. النيدل اللي سحبنا فيها بتكون متلمة وطرفها غير حاد. هغير النيدل، هذا النيدل، وهيلزمني كمان كحول، ونشوف مع بعض طريقة الإعطاء. أول حاجة هعملها هثبت الطفل معاي كويس، وهاخد مسحة بالكحول وأقسم العضلة 4 أرباع، واختار الربع الخارجي الطرفي. هنا راح أعطي في الربع الخارجي الطرفي، وبسم الله أمسك العضلة بالراحة، أخذ أسحب مسحة لفوق، ما طلعش معايا دم. أنا هيك خلصت، وبعمل ضغطة خفيفة مكانها. سلامتك يا بطل، سلامتك. هاخد مسحة بكحول، بس مسحة واحدة طرف واحد، تمام. هاي بدي أمسك العضلة، شايفة كيف بدي أمسكها، وأفوت بزاوية قائمة 90، تمام. بثبت النيدل، شفتي كيف بثبت الإبرة، بسحب لفوق، ما فيش دم، ما طلعش معايا دم، يعني أنا صح مش في وريد. بعطي، خلصت، بطلع، بعمل ضغطة خفيفة مكانها. يلا خلصنا يا بطل.